صباح الخير. اهلا. يا ترى حضرتك فاكراني؟ اه طبعا. طب انا جاي اسال على السيناريو بتاعي. رشدي بيه، الاستاذ سعيد هنا وجاي يسال على السيناريو بتاعه. وليه ويجي بعدين؟ انا هخش له دلوقتي، لا بعدين ولا قبلين. يا استاذ سعيد. انت يا استاذ، انت يا استاذ، يا استاذ مش معقول كده. زي ما اتفقنا. ايوه ماشي اوكي. سلام. انت؟ انا صاحب سيناريو فخفخينه. اتفضل. خير؟ الواضح كده ان السيناريو بتاعي ما عجبش حضرتك. مفيش مشكلة، لو سمحت انا عايزه عشان هوديه لشركة انتاج تانية، عجبتهم الفكرة وهينتجوه. طب ما انا كمان عجبتني الفكرة وهنفذها يا ابني. يبقى تكتب لي عقد دلوقتي. يا سلام، ماشي نمضي العقد، بس الميزانية لسه ما اتعملتش. انت عارف فيلم زي ده هيكلف كام؟ مش اقل من 15 مليون جنيه. فيلم زي ده لازم اوفر له أكبر نجوم في البلد. المخرج بقى لازم يكون مخرج عالمي، المصور لازم يكون واخد أوسكار. الكلام ده بجد يا رشدي بيه؟ بهزر معاك. فيلم زي ده مش عايز لهوجة. يعني ممكن كده كام أسبوع ونبتدي التصوير؟ اسمعوا ده، بقول لك فيلم كبير، مش أقل من 5-6 أشهر. ياه، 5-6 أشهر؟ أمال أنت فاهم؟ ده يبقى فيلم الموسم وكل موسم كمان. تعرف انا متوقع الفيلم ده يقعد في السينما قد ايه؟ مش اقل من 26 اسبوع، وبكده تبقى اكبر سيناريست في البلد من اول فيلم. مبروك. تعالي انا اللي عايزك. حاضر. اكتبي ايصال عربون للاستاذ ب10,000 جنيه. انا هدي لك 250,000. استاذ شرب حاجه؟ حابب تشرب حاجه؟ لا مش عايز حاجه ميرسي. لا لازم تشرب حاجه، هتقول له حاجه ساعه. اتفضل. قول لي انت خريج ايه؟ انا حضرتك بكالوريوس تجاره اداره اعمال. بقول لك ايه يا استاذ سعيد، انا عندي مصنع ادوات تجميل، عايزك تشرف عليه ال5-6 شهور الجايين دول. بس انا لا بفهم في ادوات التجميل ولا البودره ولا الكلام ده. هتفهم، كله هيجي بالخبرة. خلاص يا رشدي بيه أجرب. برافو عليك. خد دول بقى ماشي حالك على ما نتفق على المرتب. نقلة برا هتفهمك على نظام عملنا ازاي. أنا بكده يا حبيبي اطمنت على مستقبل بنتي معاك. مع السلامة. بكده يا حبيبي تبقى دخلت الفخ فخينه. ده بقى ميسيو جورج، الدراع اليمين بتاع ميسيو جاك، احد كبار رجال المافيا في فرنسا. تفتكر في ايه بينهم؟ انا مش عايز تفكير ولا احتمالات، انا عايز تاكيد. انا لازم اعرف ايه اللي بينهم. ورشدي كان على علم بالمقابله دي ولا عماد بيلعب لحسابه؟ بيتهيالي ان عماد هو. انا مش عايز فرضيات ولا احتمالات يا نهله، انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. انت مش قلتي لي ان عماد ده عاوز يحب؟ وماله، خليه يحبك بس فتشيه، اعرفي منه بيلعب لحساب رشدي ولا لحسابه ولا لحساب مين بالظبط.
يس يا مستر ديفيد. دونت وري، ما تخافش، الفار دخل المصياد. ده طلع فار سيسي وانا طرمت له سنانه. اوكي مستر ديفيد، باي باي دلوقتي عشان الحق اركز معاه. باي. رقبتك اللي هقطعها لك يا حلوه. كريم، انا هقول لك كل حاجه. انا مش عايز اعرف عنك حاجه. انا هنسى الماضي كله ولا بتشتغلي لحساب مين، رشدي او اي مخلوق. انا هعمل معاكي صفقه. صفقه ايه؟ الصوره اللي على الموبايل تتمسح، والصوره دي تتحط في دماغك وفي عينيكي من 30 ثانيه. اوكي يا حلوه؟